على هامش أعمال الدورة 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ورئيس الدورة الحالية ممثلا عن الكويت مذكرة تفاهم بإنشاء سوق عربية للكهرباء مشتركة في اجتماع دعا إلى تعزيز الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، مشددا على أن الربط العربي سيساهم في خلق آفاق اقتصادية جديدة تفعيل لما جاء من توجيهات للقادة العرب خلال قمة الكويت 2009.